إذا لم تقنعك هذه فربما هذه وربما هذه، أو ربما أقنعتك هذه بأن المرأة قادرة. ليس من الحكمة أن تقود المرأة لا أسرة ولا بلداً وهي مسلوبة الإرادة، فإن أتيحت لها الفرص المتاحة للرجل صدق فيها قول الزهاوي: في الغرب حيث كلا الجنسين يشتغل لا يفضل المرأة المقدامة الرجل. على أن الرائدات الأربع اللائي افتتحنا بهن اثنتان من الغرب واثنتان من الشرق، وقد أنجبن 9 أطفال وعرفن حيضاً ونفاساً وتزعمن 100 ملايين. في مصر 5 ملايين امرأة هن المعيلات الوحيدات لثلث الأسر المصرية، والمرأة المصرية تشارك أيضاً في إعالة الثلثين الباقيين بعملها في البيت وفي الحقل. المرأة حملتنا كلنا ووضعتنا، فليتواضع الرجل كي لا يكون كذكر النحل. قد قامت 100 الشواهد على أن المرأة لا تقل عن الرجل في شيء، ولا في القوة البدنية. وما هي القوة البدنية؟ هل يستطيع رجل أن يحمل في جوفه مخلوقاً 9 أشهر؟